السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات ام هيثم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه ديال الميني بطبوط بطريقه اللي هي ناجحه مع سر الانتفاخ ديالو. كيجي خاوي من الداخل، كيجي زوين ومفشفش. فاذا بغيتوا المقادير وطريقه التحضير تابعوا معنا الفيديو. باش نحضروا العجين كنحتاجوا عندي هنايا دقيق، جوج زلايف ديال دقيق الفورس مع زلافه واحده ديال الدقيق القمح الفينو يعني النصف. عندي هنا جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه، عندي هنا واحد نص معلقه ديال الملحه، والملح كيبقى حسب الذوق. عندي هنا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وعندي هنا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. الخميره كتبقى حسب الجو، حنا عندنا هنا الجو بدا كيسخن شويه. وعندي المدافي باش نعجنوا. اول حاجه غادي نديروها هي اننا غادي نجيبوا واحد الكاس وغادي نديروا فيه السكر سنيده داك المعلقه صغيره، وغادي ندير هذيك المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، غادي نضيف عليهم شويه ديال المدافي، وغادي نحركها مزيان ونخليهم حتى غادي يتفاعلوا لينا مزيان داك الخميره مع السكر. هذه المرحله هي ضروريه، غنخليهم حتى غتفاعل لينا هذه الخميره وعاد نكملوا ان شاء الله الطريقه. الخميره هي هذه من بعد ما تفاعلت كيكون هذا هو الشكل ديالها. غادي نكملوا دابا المراحل ديال العجينه. غادي نجيب الاناء ديال العجانه، ممكن تعجنوها غير بيدكم هكا في القصريه هاد العجينه، انا غير باش نربح الوقت والمجهود كذلك. غادي نديرها في العجانه تعجن، غادي نضيف هذيك الخميره اللي تفاعلت لينا مع السكر وشويه ديال المدافي، غادي نضيف الملح وهذوك جوج معالق كبار ديال الزيت. هاد الزيت هذا كيخلي هاد العجينه ديال البطبوط كتجي رطبه وخفيفه ما كتجيش ناشفه. غادي نضيف المدافي وغادي ندير هاد التعجين. العجينه خاصها تكون يعني رطبه، تكون خفيفه شي شويه، ماشي جاريه كتلصق ولكن خفيفه شويه العجينه ديال المسمن. غادي نعجنوها وندلكوها مزيان ونخليوها تخمر وعاد نتلاقاو ان شاء الله باش نشكلوها. العجينه من بعد ما خمرات وضاعف الحجم ديالها غادي نزلو منها الهواء دابا بهذا الشكل. منها الهواء غادي ناخذ منها واحد الكميه، نجيب شويه ديال الدقيق. عندي هنايا الدقيق الفورس مخلط مع شويه ديال الفينو، يعني الكميه النصف بالنصف، نص كاس ديال الفورس ونص كاس ديال الفينو. غادي نجيب النصف ديال العجين كميه منه، غادي نغطي الاخر. كما شفتوا القوام ديالو كما قلت لكم كيكون شويه مرخوف، ماشي جاري ولكن مرخوف. غادي نطلقوه دابا ان شاء الله بالدلاك بالاستعانه كما قلت لكم بالدقيق مع شويه ديال الفينو. بسم الله، غادي نبدا كنطلق فيه وانا كندردر هكا شويه ديال الدقيق باش ما كيلصقش ليا. العجينه غادي تكون ما رقيقاش بزاف وما غليضاش بزاف، يعني بين وبين. بعد ما طلقناها وتاكدنا يعني انها ما لصقاش من التحت، فغادي نجيب واحد السيرك اللي غادي نقطع به، كيكون هذا هو القياس ديالو يعني قد الكف. ممكن تختاروا يعني حجم صغر منه او كبر منه، داكشي اللي كتفضلوا. ممكن تقطعوا يعني باي حاجه عندكم، قطعه ديال شي كاس، شي زلافه، غطايه، اي حاجه، ماشي ضروري يعني ضروري خاص يكون عندكم سيركل، شي حاجه باش تقطعوا بها دائريه وصافي. والطريقه اللي هي سهله، غادي نحطوا وغادي نقطعوا يعني نبركوا عليه مزيان ونقطعوا دوائر بهذا الشكل. غادي نقطع انا العجينه كامله وغادي نهزها وغادي نديرها في واحد اللاطه اللي مفرشه بواحد المنديل. فكما شفتوا هي كاني كتهز بسهوله، السمك ديالها كيكون بحال هكا رقيق يعني واحد 2 مليمتر بحال هكا، ثلاثه كاع. فهي ما كديفورماش معنا كما شفتوا، يعني ما كتخسرش الشكل الدائري ديالها، كتبقى دائريه. غادي نديرها في واحد اللاطه اللي فرشتها بواحد المنديل نظيف، وغادي نستفهم كاملين وغادي نغطيهم مزيان. ضروري اننا غادي نغطيهم باش ما ينشفوش، حيت الا نشفوا لينا ما كيبغيوش يتنفخوا مني كنبغيو نطيبوهم.
كيكون هذا هو الشكل ديالهم. يعني كيدي فورماج لينا العجين، العجينه اللي هي زوينه. غادي نقطع كما قلت لكم هذا العجين كامل دوائر، وغادي نديرهم في لاطا اللي مفرشه بمنديل نظيف، وغادي نغطيهم ونخليهم يخمر واحد شي شويه، وعاد نتلاقاو ان شاء الله باش نطيبوهم. البيض ديالنا من بعد ما داز تقريبا 30 دقيقه كيخمر هكا واحد شويه. درت هنايا واحد المقله كتسخن، ممكن يعني ديروا المقله الثقيله الا بغيتوا، اي مقله يعني كتفضلوا ديروها. غادي نديروا دابا البطبوط ان شاء الله يطيب، وغادي نهزوه غير بشويه ونحطوه غير بشويه باش ما ننزلوش منه الخميره بهذا الشكل. وكنتسنى عليه غير كيبدا يتنفخ شويه، يعني ما كنخليوش حتى كيتنفخ بزاف، غير شويه بالسخونيه وكنقلبوه. هي كيشد راسو لتحت، ونقلبوه غير بشويه عاوتاني، ونحاولوا ما نتقبوهش، حيت الا تقبناه راه ما غاديش يبغي يتنفخ. غير بهذه الطريقه وبشويه. كنبقاو نقلبوه دابا، يعني باش تنفخ هذا هو السر ديالو، واننا كنبقاو غير كنقلبوا فيه، ما كنخليوش يعني حتى كيتحمر من واحد الجهه ولا كيقصح، يعني كنبقاو نقلبوه هو بحال هكا باش كيتنفخ لينا. فكما قلت لكم كنستمروا في التقليب ديالهم، ما كنحبسوش، وكندوروهم بحال هكا في المقله، وحنا كنقلبوهم حتى كيتحمروا، كياخذوا داك اللون مذهب غير شويه، يعني ما كنخليهمش حتى كيتحرقوا ولا كياخذوا داك اللون مغلوق. بهذه الطريقه حيت هما ملي كيشدوا راسهم يعني ملي نبقاو نحتاجوا نديروا هذه، نقلبوا غير باليدين ديالنا بهذه الطريقه كنقلبوهم. كما قلت لكم السر في الطياب ديالهم والانتفاخ ديالهم، واننا كنبقاو نقلبوهم ما تنحبسوش، ما كنغفلوش عليهم نهائيا. هنا غادي نضيف وحده هنا اخرى، هنا غادي نستمر بهذا الشكل، غادي نطيبهم كاملين بهذه الطريقه. وكما قلت لكم ما نغفلوش عليهم، ما نحبسوش من التقريب ديالهم حتى غيطيبوا كاملين ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هادي بقى ما شدتش راسها مزيان. الميني بطبوط ديالنا من بعد ما كيطيب كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي خاوي هذا البطبوط من الداخل وكيجي من الفوق. كما قلت لكم سر الانتفاخ ديالو هو اننا كنبقاو نقلبوه في المقله ما كنحبسوش، باش كيجينا هكا من الفوق وخاوي من الداخل. غادي نفتح لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي خاوي وزوين، كيجي مجعد، شوفوا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي زوين. اما بالنسبه لطريقه الاحتفاظ في المجمد، فممكن يعني تجمعوهم وديروهم في بلاستيكه بهذا الشكل، يعني تجمعوهم وديروهم في بلاستيكه، او ديروهم هكا في شي علبه اللي كتدخل المجمد، كتستفوهم وكتغطيوهم وكتدخلوهم المجمد. لقيت اللي بغيتوهم كتجبدوهم كتخليهم يطلقوا واحد شويه، وكتعمروهم يعني بالحشوه اللي بغيتو. غادي ندير معكم شي حشوات مقبله ان شاء الله في حلقات مقبله. فإلى عجبتكم الوصفه ديالي ديال اليوم ما تنساوش ديروا ليا جيم، بارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. بهذا كنكون وصلنا لنهايه الوصفه ديالتنا ديال اليوم، مع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.